السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة أميرة إن دويتشلاند، قناة الإفادة والاستفادة. اليوم إن شاء الله غنشرح لكم شرح مفصل لواحد البطاقة اللي الاسم ديالها البايباك. باللغة الألمانية تيقولوا لها البايباك كارتي. هاد البطاقة هي أقوى بطاقة اقتصاد في البلاد في ألمانيا. هادشي غادي نشرحه لكم بأدق التفاصيل، وذلك عن طريق الإجابة على الأسئلة ديالكم المهمة. قبل ما نبدا الفيديو ديالي ضروري جدا نفكركم، عافاكم ديروا واحد الايميل يكون خاص بهادشي البطاقات وهادشي ديال الفابور وهادشي المجاني. هادشي غادي نشرحه لكم بادق التفاصيل في اخر الفيديو. دابا نبداو على بركه الله بالاجابه على الاسئله ديالكم. الاول سؤال تطرح نفسه، شنو هي هاد البطاقه؟ بطاقة البايباك هي واحد البطاقة مجانية لا تباع ولا تشترى. هاد البطاقة تنجمعوا بها النقط اللي كاينين في عدة محلات معروفة مشهورة هنا في ألمانيا، وعندهم شراكة مع هاد البطاقة. فمثلا إلا مشيتوا لمحل الدائم تيقولوا لكم دائما في الكاسي هابن زي بايباك كارتي، ولا مثلا مشيتوا لمحل غيفي، ولا مثلا بيني، مثلا الناتورا، مثلا كذلك كاين محل دينا، كاينين عدة محلات في الكاسي غادي يقولوا لكم هابن زي بايباك كارتي. هاد البطاقة تنجمعوا بها النقط، وكاين حتى اونلاين شوب، كاينين عدة محلات اونلاين حتى هما تيقولوا لك الا بغيتي تدخلي البطاقة ولا الرقم ديالك باش تجمعي به النقط. هنا السؤال الذي يطرح نفسه، ملي تنجمعوا هاد النقط شنو نديروا بهذوك النقط؟ النقط ابتداء من 200 نقطة عندكم الحق انكم تحولوها الى نقود، وهذا هو المميز في هاد البطاقة. 200 نقطة تساوي 2 أورو، جمعتي 1000 نقطة عندك 10 أورو، جمعتي 10000 نقطة عندك 100 أورو فلوس. هاد الشي تيتحول إلى فلوس، فهذا هو المميز في هاد البطاقة. نتوما شاريين من غيفي وشاريين من هاد المحل ومن هاد المحل، فالنقط تتجمع ياكو، وملي تتجمعو تنحولو إلى فلوس. وهادي هنا غادي تقولوا ليا وآتينا إلهام بهاد البطاقة فين نقدر نلقاها. باش تحصلوا على هاد البطاقة كاينين 3 ديال الطرق، نعم 3، غادي نشرح لكم اشهرها. اشهرها هي مثلا كاين اكثر من 13 مليون واحد دار تحميل التطبيق ديال بايباك. هو ما اصلا ما باغيش بطاقة، باغيها على شكل تطبيق، يعني على شكل بطاقة رقمية غير في التليفون كل مرة يوريها يسكانيوها لي. شخصيا البنات ما تتعجبنيش هاد الطريقة، علاش؟ لانه تليفون انا ديما مديشارجي فيما مشيت تديشارجي ليا دغيا، لان اختكم غادا وتصوروا هادي. فشخصيا ما مناسب بانيش هاد القضية، وتنظن حتى نتوما ففكرت انني نوريكم احسن طريقة اللي هي تمشي المحل. مثلا مشيت للدائم قلبت على البطاقة ديال البايباك، يعني ملموسة البطاقة كاينة غادا تبان ليكم. الا ما لقيتوهاش خاصكم تسولوا واحد الانسان خدام تما باش يجيبها ليكم. الا ما كانتش غادا ديروا بحالي، مثلا ملي كنت نوجد هذا الفيديو ما لقيتهاش في الدائم، ما لقيتهاش في الغيفي، فمشيت لبيني، بيني لقيتها. فكما تتشوفوا البطاقة ها فين لقيتها، لقيتها بالضبط اخواني اخواتي في هاد حدا هاد الاله، يعني معلقه تما. فكما تشوفوا جاءت في هذا الشكل، غادا تحلو غادا تلقاو جوج ديال البطاقات. وصراحه فرحت بزاف ملي لقيتها في بيني، لانني تما لقيت هذيك الاله، وهذيك الاله تما فاش غادا نوريكم كيفاش تسجلوا. فكما تشوفوا هاد البطاقه فيها بطاقتين، وهاد المساله سولتني عليها واحد الاخت قالت لي علاش بطاقتين، المساله وما فيها راك بجوجهم بطاقه واحده، غير مثلا انت والعزيز عليك، وحده ليك وحده العزيز عليك، وحده تاخديها انت مثلا وحده تعطيها للزوج ديالك حتى هو باش يبدا يجمع معاك النقاط. وكلشي راه تيمشي في الكونط واحد، يعني ماشي تقولي انا بوحدي هو بوحدو، لا كلشي في كونط واحد. فدابا اجي نوريكم بدون ما تفعلوا هاد البطاقات راه بحال ما درتو والو. حيت واحد الاخت عاوتاني نجي واحد السؤال ديال واحد الاخت قالت لي راه خديتهم هاد البطاقة تايلهم والو ما خدموش ليا، لان الاخت خداتهم نعم من المحل لقاتهم هما ملموسين، ولكن ما فعلتهاش. كيفاش غادا تفعليها؟ انا غادا نوريكم. كاينه الاله اللي كاينه مثلا في بيني اللي موجوده تما، وغادا نوريكم كيفاش تخدموها. ونفس القضيه غادا تطبقوها، يا اما تاخدي البطاقه وتمشي حتى للدار، في الدار يعني في المنزل وانت جالسه غادا تطبقي هادشي اللي تنقول لك. نفس الشيء نفس الشيء، غير وحده غادا نديروها في المحل، والاخرى تقدري ديريها وانت جالسه تتشربي في كاس ديال اتاي. فاجيو نتسجلوا في هاد البطاقه ونفعلوا البطاقه. اول حاجه غادا نقول لكم خذوا البطاقه الفوقانيه، وعندك تاخذوا البطاقه التحتانيه، حيت التحتانيه جربتها ما صدقاتش، فبقيت نقول واش علاش هادشي ما خدامش. فمزيان ملي وقع ليا بحال هكا باش نقول لكم ردوا بالكم. فمن بعد المهم خديت البطاقه الفوقانيه، وهنايا كما تشوفوا راه غادا تخدموا بحال غادا تخدموا في شي طابلت. غادا تكليكيو على تو باي باك الزرقاء هذه،
من بعد يتست انملدن هكا بالاصبع، من بعد هنا غادي يقولوا لي سكاني، سكاني هذيك البطاقه الفوقانيه، انا نعاود نقولها لكم. فهنايا كما تشوفوا سكانيتها، وهنايا غادا نساين شي شويه وغادا تخرج ليا هاد الصفحه هادي، غادا ندير اوكي، يعني تعرفت على البطاقه. هنا غادا نعمر المعلومات عليا، واش انا فخا وراجل امراه، الاسم الكنيه، وهنا طالبي ليا الكيبوت ستاتوم يعني تاريخ الازدياد. مهم جدا تكتبوا العنوان لا تاريخ الازدياد يكون صحيح. هنا درت لكم اميره ان دويتشلاند المهم غير باش نوريكم. من بعد درت فايتا سويفون، فايتا هي سويفون. من بعد غادي يخرج ليا العنوان، شتراسي الشارع، رقم المنزل، بوست لايتال هو الرقم البريدي، المدينه دويتشلاند. ومن بعد كما تتشوفوا درت فايتا، اتكليكيو على فايتا، خرج ليا الباسورد رقم سري، وتحت خاصكم تعاودوا، راه كاتبين باسورد في داهولن، يعني عاودوا الرقم السري اللي كتبتو وعقلوا عليه. من بعد غادي يخرج لكم خاصكم تكتبوا الايميل ادريسي ديالكم، الايميل اللي قلت لكم يكون خاص بهذا الشيء ديال هاد البطاقه وهادشي الفابور. من بعد تكليكيو على اين فيرشتاندن، يعني نتوما موافقين. من بعد غادا تكروشيو يا، وغادا ديروا فايتا، يعني تتوافقوا على الشروط ديالهم وديك الروينه ديالهم وديروا فايتا. ملي تنديروا فايتا غادا تخرج لكم هاد الصفحه هادي اللي تيرحبوا بكم، تيقولوا لكم مرحبا بكم، راكم فعلتوا البطاقه ديال الباي باك. كما قلت لكم هادي طريقه انا جاتني ساهله ماهله، يعني قدرت بسهوله نشرحها لكم ونوريها لكم، وكاينه في عين المكان. وهاد الطريقه تقدروا ديروها كما قلت لكم حتى في المنزل، غير هنا كاين اختلاف. في المنزل غادا تاخذوا البطاقه كما قلت لكم وتمشيو للمنزل، هي الطريقه قلت نوريها لكم حتى هي ساهله ماهله. فكما تتشوفوا غادا نكتب في جوجل الباي باك، غادا نجي هنايا غادا ندير يتست انملد. كما تتشوفوا هنايا طالبين مني الرقم اللي كاين في البطاقه اللور، يعني غادا ناخذ البطاقه مثلا الفوقانيه، وهذا هو الرقم غادا نكتبوا ليهم هنايا في هذه البلاصه كارت النوما. ها هو الرقم كتبته، هنا طالبين مني الايميل ادريسي، نكتب الايميل ديالي اللي قلت لكم خاصو يكون خاص بالتخربيق. وهنا غادا نكليكي اين فيرشتاندن، يعني انا موافق. فين هو السهم؟ كما تتشوفوا تتخرج لي نفس الصفحه اللي خرجت لي في المحل. هنا الفورنامي فخاو، يعني سيده ماشي راجل، فورنامي الكنيه، السميه، الاسم الكنيه عفوا، هنا شتراسي، البوست لايت سال، هادشي كامل انا متاكده تتعرفوا لي. اتعمروا هادشي كامل وديروا فايتا. كما تتشوفوا خرج ليا الباسورد، خاصني نكتب الباسورد ديالي وندير فايتا. خرجت ليا هاد الصفحه كما تتشوفوا، خاصني ندير توشتيمن اند لوس بونكتن، لوس بونكتن. ودابا خرجت ليا هاد الصفحه اللي غادا نمشي للخضرة هنايا اين فيرشتاندن، انا موافق، ونكليكي عليها. ايوا دابا شنو قالوا ليا؟ مبروك راك فعلتي البطاقه، صافي دونك تفعلات. ودابا نديرو لوس جيت، لوس جيت هي يلا بينا يلا. المهم غادا نحبس هنا الفيديو ديالي لانه اكيد الفيديو غادي يجي طويل، ونخليكم كذلك انكم تفعلوا البطاقه بدون تفعيل البطاقه. نقولها لكم بصراحه راه ما كايناش بطاقه، تفعيلها هو اللي غادي يخليكم تجمعوا النقاط. طريقه جمع النقاط ولي تيبس لي تريكس كيفاش تجمعوا بسرعه بسرعه هاد النقاط غادا نشاركوا معكم ان شاء الله في الفيديو القادم، يعني الجزء الثاني. وكذلك ما ننساش لكم كيفاش تحولوا هاد النقط الى نقود، كيفاش بغي الا بغيتوا هاد الالف نقطه 10 اورو نحولوها للبنكه ديالنا كيفاش، غادا نتايا نشرحها لكم بادق التفاصيل. وكذلك الا بغيتوا تشريو اونلاين ممكنين عده الطرق باش نحولوا النقط الى نقود، الى العاقه الفلوس. وكذلك غادا نشارك معكم شكون هما المحلات اللي يمشي ليهم وكيفاش نسكاني، شوفوا بادق التفاصيل ان شاء الله في الفيديو القادم. سنشكركم على المتابعه وتنقول لكم يتبع.